بحضراتكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج المبادرة، نواصل في رصد أنشطة وأعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة. هذا المشروع القومي التاريخي الذي يستهدف الارتقاء بحياة أكثر من 60 مليون مواطن مصري في مختلف قرى الريف المصري بمختلف القطاعات. احنا بنعمل ده عشان ده واجبنا، واجبنا تجاه بلدنا. المشوار اللي انا بتكلم فيه ده مشوار ضخم او عبئه اكبر. انا والحكومه او احنا كلنا مع بعض كده لم نغفل وما غمضناش عينينا على حال الناس. في إطار جهود ورؤية الدولة في الجمهورية الجديدة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا وتمشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، شهدت محافظة البحيرة انطلاق قافلة ستر وعافية بقرية نضارة سمادس بمركز الرحمانية، وذلك بمشاركة أكثر من 15 جمعية ومؤسسة خيرية يعملون تحت مظلة التحالف والتي تستهدف خدمة أكثر من 40 ألف مستفيد. سنتابع المزيد في سياق هذا التقرير الذي أعده الزميل محمد عبد العزيز مراسل إكسترا نيوز في البحيرة. النهارده في ظل التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي مشاركين النهارده في قافله ستر وعفا في قريه نظاره السماديس، بتشمل نظاره السماديس ونظاره المنيا ونظاره بويط. النهارده بنشارك مع التحالف الوطني ان شاء الله بالمواد الغذائيه. النهارده معانا طن لحمه، النهارده توزيع طن لحمه. احنا شاركنا قبل كده على العام الثاني على التوالي تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنسبة لليوم المعاق العالمي، وكنا جمعية رسالة أعمال خيرية هي اللي كانت مسؤولة عن المبادرة. تستضيف القافلة الطبية اللي من التحالف الوطني، وعندنا تقريبا أكثر من 12 عيادة تخصصية موجودين ما بين أطفال وبطنة ونساء و أنف وأذن ورمد وعيادة للأطراف الصناعية، بالإضافة أن في تركيب نظارات. الحمد لله، يعني النهاردة الحشد كبير وعدد المؤسسات كتير جدا، في عينيات كتيرة جدا النهاردة. احنا دايما دورنا أن احنا نكون تحت مظلة التحالف، أن احنا بندعم أهالينا في كل القرى. نظمت مديرية الصحة بالمنيا قافلة طبية علاجية في قرية أولاد الشيخ بمركز مغاغة على مدار يومين في إطار اهتمام الدولة بتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان. القافلة ضمت العديد من التخصصات منها الأطفال، البطنة، الأسنان، الجلدية، القلب والصدر. تأتي هذه القوافل الطبية ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في المنيا. المزيد سنتابعه في سياق هذا التقرير الذي أعده الزميل إسلام فهمي مراسل إكسترا نيوز في المنيا. كشفت واتخذت الطبية وخدت علاج ببلاش. بنت عيانة عندها اللوز تعبانة، فجيت كشفت الكفالة الطبية هنا ببلاش وكشف لي على اللوز وقال عايزة عملية وأعطاني جواب للعملية أعملها وعطاني علاج ببلاش. طبعا الكفره دي ممتازه جدا، وطبعا جاي عشان الناس البورصه بتاعت الفجيره، فهي طبعا يعني حاجه كويسه جدا لو تتكرر كذا مره. الناس محترمه، ما بتكشف لاي حد من غير اي فلوس، من غير اي حاجه خالص، حتى صرف علاج برده مجانا. يا ريت يبقى عندنا على طول قوافل طبيه زي كده، لان برده احنا في القرى محتاجين القوافل الطبيه اللي زي كده، لان في اغلبيه الناس برضو ما بتقدرش تروح عند الدكاتره وتكشف وتجيب العلاج ده.
في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، واصلت الدولة جهودها في محافظة دمياط، حيث تم تنفيذ العديد من القوافل الطبية الشاملة بقرى المحافظة وفقا للخطة المعدة مسبقا للوصول بتلك الخدمات إلى الأهالي بجميع المناطق، حيث تم تنفيذ قافلة بعزبة عرب السليمة التابعة لمركز كفر سعد. القافلة تضمنت كافة التخصصات الطبية وكذلك صرف العلاج اللازم بالمجان. سنتابع المزيد في سياق هذا التقرير الذي أعده الزميل حلمي ياسين مراسل إكسترا نيوز في دمياط. قافلة النهاردة وضمن مبادرة حياة كريمة موجودة بعرب السليمة التابعة للوسطاني مركز كفر سعد. قافلة علاجية زي ما حضرتك شايف النهاردة بتستهدف الأماكن البعيدة عن الخدمة الصحية عشان نقدر نوصل لهم خدمة صحية متميزة متمثلة في العيادات التخصصية. عندنا النهاردة 12 عيادة تخصصية إلى جانب عيادة تنظيم الأسرة، عندنا الأشعة العادية والأشعة بالسونار، عندنا المعمل اللي فيه كل التحاليل اللي ممكن تحتاجها في المنطقة زي اللي احنا موجودين فيها، كمان عندنا الصيدلية اللي فيها الأدوية اللي بتغطي كل التخصصات الموجودة، كمان عندنا خدمة الإحالة لأقرب مستشفى مركزي علشان خاطر لو المواطن محتاج استكمال الخدمة بنستكملها في المستشفى، طبعا ده بيتم متابعته بعد انتهاء القافلة. باسم دعاء دمياط كلها بنشكر السيدة رئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة الكريمة اللي عملها عندنا بالصلاة على النبي من يوم الأربع يومين العلاج بالمجان، عندنا جميع التخصصات، عندنا جميع العيادات، نشكر جميع القائمين على هذا العمل. كشفت امبارح امراض نسا وباطني واخدت دواء مجاني وجاي النهارده اكشف ألمية واكشف عينين، والحمد لله اللي بيعطونا الدواء مجاني وكويسين وشايفين كل حاجه. يعني نشكر سيادة الرئيس على المبادره والكفيل عندنا بقى لها يومين، بنشكره على العلاج بالمجان على العلاج بالمجاني، ويا ريتها تتكرر تاني يعني، وربنا يبارك له. صرفوا لي قطره اهي وعلاج البطن وبطن بتوجعني وكده، والحمد لله نشكر السيد عبد الفتاح السيسي على الحاجه اللي بعته لنا والعلاج دي. شكرا للكفيله الجميله ديت وسياده الرئيس واللي جابت لنا لجنه، يعني احنا مبسوطين بالحاجه الجميله ديت. وصلنا لختام حلقة اليوم من المبادرة، أشكر لحضراتكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.